كابتن حسين لبيب، يعني شفنا الفترة اللي فاتت كان في توتر في العلاقات ما بين نادي الزمالك ونادي الأهلي. الفترة اللي فاتت يعني الإدارة اللي فاتت يعني يعني كان في توترات، وكمان مش بس النادي الأهلي، بعض الأندية واتحاد الكور، يعني في مشاكل كتيرة. إزاي هتشتغلوا على ده؟ لأنه يعني بسبب سوء إدارة إنه بقى نادي الزمالك محطوط في خانة كده أكيد لا تليق بنادي الزمالك. أزرف من الكلام الفعل، صح؟ طب إحنا قعدنا في النادي 6 شهور، حد شاف أي مشكلة حصلت سواء بيننا أو بين الأندية المنافسة أو بين الاتحادات الرياضية أو بين وزارة شباب ونادي الزمالك أو بين أي، يعني يا جماعة أنا لا أتذكر مشكلة واحدة حصلت، ولا الإعلام بالعكس، ولا الإعلام بالعكس. الإعلام فعلا في ال6 شهور دول، يعني حتى الناس اللي كانت بتنتقد بعض الإعلاميين كانوا بحقيقة الأمر منصفين معانا جدا كنادي الزمالك، كان بيقول اللي ليه واللي عليه. فهي العلاقات المتميزة اللي تجمع الناس بالاحترام والمودة هي اللي بتخلني ان انا مش قلقان دي خالص، لان كلنا يعني في الاخر اصدقاء يا جماعة. يعني الرياضة كلنا نعرف بعض كويس جدا، وكلنا عشان بعض داخل الملاعب وفي المنتخبات، احنا كنا بنطلع في طيارة واحدة كل منتخبات مصر في جميع اللعبات، فاحنا اصحاب. فبالتالي انا طول ما بحافظ على نادي الزمالك وعلى حقوق نادي الزمالك انا ماليش دعوة باي طرف اخر. انا عارف ان في حاجه اسمها وزاره الشباب والرياضه، القانون بيديله حقوق في ذلك، وانا ليا حقوق اخرى في لجنه اولمبيه هي المسؤوله عن الرياضه مع وزاره الشباب. فخلاص لو انا عارف الحاجات دي كلها انا مش محتاج مشاكل. احنا يا جماعه فتره كبيره قوي ما كناش بنتكلم في الرياضه، حتى حضراتكم طول النهار يعني انتوا نفسكم هتلاقيكم مش مبسوطين، انتوا ما بتتكلموش مثلا بيتكلم في الكوره ولا بيتكلم في هاندبول ولا بيتكلم في ايه، كله مشاكل وقضايا والمحكمة. من امتى احنا بنتكلم في محاكم؟ محكمه القاهره الكليه الجزئيه، اتعلمنا قانون على اخر الزمن.